عرفتي هذه ديال اللوز كانكم كتاكلوا في كرزال كريم برولي بمذاق مغربي كتذوب في الفم. اخباركم لاباس عليكم نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. دائما غنبقاو في اطار تحضيرات وصفات ديال رمضان. اليوم ما غنشاركش معكم مالح، اليوم غنشارك معكم تحليه. في رمضان ما كاينش فينا اللي ما كيبغيش شي حاجه حلوه هكا في السحور اولا مورا العشاء اولا حتى مورا الفطور من بعد صلاه التراويح. اليوم بغيت نقترح عليكم كريم برولي اللي هي سهله في التحضير والمقادير ديالها زعما بسيطه ما فيهاش شي حاجه كثيره. بيض حليب كريم كريم برولي غادي نخرجها لكم بجوج ديال النكهات. النكهه الاولى غادي نكوها باللوز، النكهه الثانيه غادي نكوها بشوكولا بلون. بالنسبه للنكهه ديال اللوز شكون اللي اقترحها عليا ومن هذا المنبر كنبغي نوجه ليه تحيه هو الشيف عزوز صديق ديالي. واحد المره كيدوي انا وياه كيدير هضر اني درت كريم برولي بلا بودغ داموند. دي واو الشيف بلا بودغ داموند، قال لي اه. ملي جيت نشوف لقيت تقريبا انا وياه نفس المقادير تاع لا كريم برولي غير هو زايد لا بودغ داموند. قلت والله حتى غادي نجربها، انا عزيز عليا التحديات. جربتها جد 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 رائعه. المره الثانيه عاود جربتها قلت غادي نزيد الروح ديال اللوز باش نزيد نعزز ديك النكهه ديال اللوز. ما تصوروش ما تصوروش على النكهه كيفاش دايره بلا كريم برولي. وبحال رجعت لكم كريم برولي بمذاق مغربي فوالا. دونك بلا ما نطول عليكم ندوزو نشوفو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لا كريم برولي عندي هنا في كسرونه عندي واحد الخليط ما بين الكريمه السائله ديال الحلوه ماشي ديال الطبخ، الكريمه السائله ديال الحلوه مع الحليب في كاسرونه. عندي بودره ديال اللوز، عندي شوكولا بلون، عندي سنيده، عندي زوج بيضات، غنحتاج فاني هي نورمالمون. انا شخصيا كندير كوز دو فاني. انا عارفه كاين ماشي الناس كاملين غتكون متوفر عندهم داكشي، علاش بغيت نخدم معكم غير بالساشي ديال الفاني عاديه. الناس اللي متوفر عندهم العويد الفاني ديروه. وعندي لاغوم ديال اللوز. وهنا عندي في هذا الاناء عندي صفار البيض. علاش هنا في هذا الاناء عندي فيه 8 صفار البيض، انا عزلت صفر بوحديته وغادي نزيد معاه جوج صحاح جوج صينين جوج بيضات كاملين. انا هضرت كاع باللغات كاملين، هادي بيضه كامله هادي بيضه صاينه. جوج بيضات مع 8 ديال صفار البيض. هنا كتشوفوا معايا كاين الشوكولا بلون وكتشوفوا معايا اللوز، حيت هاد الخليط غنقسمو على جوج، النص غادي ننكهو بالشوكولا بلون والنص غادي ننكهو باللوز ولاغوم ديال اللوز. الحليب ولا كريم غنزيد عليهم الفاني وغادي نحطهم فوق البوطه حتى يسخنوا، ماشي كنفيضوه ما كنخليوش طلع فيه الغليه، غير كيسخن وكنحيدوه من البوطه. صفار البيض غادي نضيف عليه دوك جوج بيضات كاملين غنضيف سنيده ونحرك. شتيو الحليب ها هو سخن ولكن ما كنخليهش يغلي الحليب ولا كريم. غادي نبدا نضيف على البيض شويه بشويه وانا كنحرك. صافي اشنو غادي ندير؟ ما حد عندي الخليط سخون غادي ناخذ منه نصيطو. الخليط الاول غنضيف عليه الشوكولا. هنا راه فاش عبرتو راه عطاني اكثر من السيترو لانه ما نساوش عندنا البيض. دونك غادي ندوب فيه الشوكولا ما حدو باقي سخون، نخلي الشوكولا يذوب. والخليط الثاني غادي ندير ليه
لا بودغ داموند وغادي نعبر بالمعلقه غادي ناخذ فريمون نقيطه ديال الروح ديال اللوز. الله عطي واحد الريحه ديال الروح ديال اللوز طالها. يا سلام صافي ندوز ندوب بالشوكولا. هادو ديال الشوكولا بلون نحطوهم غير ندوزو دابا باش نعمرو لي بلوز. وقبل ما ندخلهم الفران كندير ليهم الماء اللي يكون سخون حيتاش كنطيبوهم في البان ماري. بالنسبه للفران دايره كي سخون على درجه حراره 150 المده ديال 35 حتى 40 دقيقه. كريم بغولي من بعد ما دوزت لي 35 دقيقه في الفران غنخليها حتى تبرد تاخذ درجه الحراره ديال الكوزينه وعاد ندخلهم للثلاجه. انا صولتهم بالليل فباقي سخان ما غنقدروش ناكلهم دابا. ان شاء الله غدا بين ما يبردوا مزيان وندوزو نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. نقول لكم صباح الخير. كريم بغولي ديالنا من بعد ما باتت ليله كامله في الثلاجه دابا هذا الصباح انا لابسه قلت نشارك معكم الشكل النهائي وغادي نخرج في حالاتي. ان شاء الله باذن الله في رمضان ان شاء الله ماشي بالضروره تصوبوهم بالليل باش تاكلوهم لا غد ليه غتصوبوهم في الصباح فاش تفيقوا تكونوا كتصوبوا في الفطور ديالكم صوبوهم في الصباح وحطوهم في الثلاجه يبردوا راه يوجدوا لكم ان شاء الله مورا العشاء اولا السحور باذن الله. والا بغيتوا مازال من الوصفات هكا ديال اللي كيكونوا حلوين تحليات قولوا لي في لي كومونتير كاين ما يدار شنو نولي ندير لكم. انا فكرت والله واعلم شوفوا نتوما شنو بغيتوا. قلت غندير لكم فيديو مالح فيديو حلو فيديو مالح فيديو حلو اولا ندير لكم جوج فيديوهات مالحين وفيديو حلو. المهم شوفوا نتوما اشنو بغيتوا انا ما عليا غير ننفذ على راسي وعينيا. دابا غنحيد لهم السلوفان غادي نعزل ديال الشوكولا بلون بوحدهم. هادي شوكولا بلون هادي شوكولا بلون هادو ديال اللوز. دابا غندير لهم من الفوق هاد السكر اشقر راه كيتباع في المحلات التجاريه الكبرى وراه الثمن ديالو رخيص بزاف بلاتي نوريه لكم حيت كاين ملي تندوي على السكر اشقر كاين بعض الناس ما تيعرفوش. كناخذ هذا في المحلات التجاريه الكبرى راه هذا سكر اسمر الثمن ديالو ما غاليش شي 17 ولا 18 درهم من الباكيه. كناخذ هكا الديليه بزاف واللي ما عندوش يدير غير سكر سنيده هو الا كان هذا من الاحسن.
الشاليمو وسال ليا من الغاز. لا بالا ويا كاش كاش. وهذا هو الشكل النهائي ديال لا كريم برولي اللي خرجنا فيها جوج مذاقات، الاول بشوكولا بلون والثاني بلا بودر داموند وديك النكهه ديال الروح ديال اللوز. ندوزوا لفقره التذوق، اش بان لكم؟ دوزوا لفقره التذوق يلا بسم الله. شوفوا ليا كتسمعوا، شوف احسن فقره عندي هي فاش كندير كريم برولي وكنبغي نسمع هذا الصوت، هذا جميل جدا. سنفوليه مغربيه. ندوزو نشوفو، قربو عندي، قربو 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 قربو. وندوزو باش نشوفو لا تيكستور ديال لا كريم ديالنا كيفاش داير من الداخل. شوفوا كي كترعد بحال شي فلو. كريم برولي خاصها تكون بحال هكا، ما خاصهاش تكون جامده، خاصها تكون كريميه. شوفوا بحال الفلو. بسم الله. كدوب في الفم، ذوبان، شوف كريمية. أما البنة عرفتش نقوليكم، نجو نشوفو دابا ديال اللوز. يا بسم الله. عرفتي هادي ديال اللوز كأنكم كتاكلوا في كعب غزال، أقسم لكم يمينا كأنكم كتاكلوا في كعب غزال. كريم برولي بمذاق مغربي، اللوز روعة روعة. وأنا معليا عرفتي مربعة غنزيد مازال. بنة 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 بزاف البنات. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تجربوها باذن الله في اقرب وقت، ما تسناوش رمضان، خصكم تجربوها صافي. نعول عليكم وانا ما عندي الا نقول لكم دابا تهلاو ليا في ريوسكم، نتلاقى انا وياكم ان شاء الله في فيديو الجاي لا بغى الله. بسلامه.